قد لا تقوى القلوب الراهفة على تحمل هذه المشاهد لطفل بريء كان ضحية حادث منزلي، حيث التهمت ألسنة النيران جدران البيت وكان صحراوي في مهده الصغير نائما. نجا هذا الأخير بأعجوبة من الموت، لكن آثار الحادث لا تزال واضحة على ملامح وجهه وجسده. أنا نسكن في تيرت، أي الحادثة اللي صارت لي في المسكن تاعي في تيرت، حادثة نار صابت هذا الصبي الملائكة. دروك هنايا راني في عامين تيرت الجزائر العاصمة، تيرت العاصمة، عييت من الفياجات ومركيو لهاد الفورما هذا واحد الماسك ما جاب حتى نتيجة، حتى الماسك اللي راه يديرو يشوف الآثار تاعو، بالعكس ضروا ما نفعوش. والفورما هذه ب 300000 و200000 انا انسان بطال، ثاني ما جات حتى نتيجه. قاومت بها يكون الطفل هذا في تحسن، ما كانش نتيجه. العلاج جاب فيها الأب مختلف المستشفيات لكن دون أي نتيجة، فحالة صحراوي لم تتحسن، فوجهه اليوم جد مشوه وفقد يده اليسرى. اكتفى الأطباء بمنحه قناعا كي يعالج بشرته، لكن هذا الأخير لم يجد نفعا، بل بالعكس تسبب له بجروح في رأسه. كما كانوا يشوفوا كبار يشوفوا يخافوا منه، كما راني كي خرجوا برا والله الكبار يخافوا منه. نما ذا بيا كاش انسان راه يشوف فيه راه مازال كاين العمل في هذا الطفل صغير، عاوني فيه وصاي ندير الخارج، المهم اي حل راني قابل له، المهم اي نتيجه تكون فيها تحسن لهذا الوجه تاع الطفل هذا الصبي راني مهم واجد، اي حاجه يبغى يعاونوا بها راني واجد. وراه صغير مسكين، مول 4 سنين مازال صغير، وان شاء الله يكون في امل باه يرجع لوجهه كما كان او احسن. حرم صحراوي من اللعب مع الأطفال، فأغلبهم يفرون منه، ووجد نفسه وحيدا يدفع ثمن خطأ لا ذنب له فيه. ولازم له عملية تجميلية، وطلبوا هنا في الخارج بثمن باهظ، وأنا إنسان بطال لو ما قدرتش عليه. نطلب من أي إنسان راه يشوف فيه وقادر به يساعدنا هذا الطفل، ربي يجازيه إن شاء الله. هذه نقولها ربي يعطيه ما يتمنى إن شاء الله. هذا راه صابي ملائكة، هذا رئيس الملائكة، ما شو نقول لك، ربي قدر لي هذا الشيء ابتلاء ليا وامتحان اللي راه يشوف فيه، هذا راه امتحان. الانسان اللي يكون في عون هذا الطفل ربي راه يكون في عونه ان شاء الله. هذه اللي نقولها اختي، ندائي للاطباء، اطباء بصفه عامه الخاص والعام، اللي عنده اي حل او اي كيما نقولوا احنا توجيه يوجهنا، ماذا بينا احنا يتصل بينا ويوجهنا. المهم يكون فيه إن شاء الله ثاني تكون فيه نتيجة إيجابية. والديه راضين بقضاء الله وقدره، لكن يبحثون عن العلاج وعملية تجميلية تجعل منه طفلا عاديا، فهم يتوجهون إلى قلوب رحيمة وأطباء متخصصين حتى يعالجوا صحراوي رأفة بحاضره ومستقبله.